السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين طلاب الصف الثالث الثانوي. النهارده فيديو مهم جدا جدا، الفيديو اللي احنا منتظرينه كل سنة، معسكراتنا اللي احنا بنعملها في الصعيد. حبايبي طلاب الصعيد اللي انا بعزهم جدا جدا، واللي انا الحمد لله بقالنا دلوقتي كام سنة كل سنة بننزل نظبط الدنيا جامد جدا جدا. ان شاء الله هنبدأ الاسبوع ده اهم مراجعات في محافظات الصعيد المختلفة، بادئين ان شاء الله بمحافظه اسيوط. ان شاء الله المحافظه يمكن لثالث سنه على التوالي الحمد لله بننزل معانا تيم الدحيح، ان شاء الله عاملين شغل جامد جدا جدا. فكره المعسكر 4 محاضرات يلموا لك الدنيا، 4 محاضرات ينسفوا لك الانجليش ده تماما، اي مشكله عندك في الانجليش احنا مع بعض ان شاء الله هنخلصها. ان شاء الله باذن الله يا شباب عندنا بدايتنا يوم الثلاث الساعه 10 في اسيوط ان شاء الله. ارقام التواصل اللي انت موجوده عندك وهكتبها لك في الديسكربشن بتاع الفيديو بتاع تيم الدحيح. كل محاضرة هناخد جزء معين من المنهج، هقسم المنهج في 4 محاضرات. كل محاضرة هبدأ معاك، ادي المحاضرة الأولى إن شاء الله هبدأ بـ 3 يونتس. هشرح لك هنعيد مع بعض كلها، ناخد يونت 1 نخلصها فوكاب ونحل وكلمات ونشرح جرامر تريكات أفكار المتفوقين. وبعد ما نخلص هناخد الـ 3 تشابترز 3 فصول في القصة. طبعًا إحنا ماشيين بترتيب معين في اليونتس عشان أظبط لك الدنيا، عشان يبقى سهل ليك أنت تذاكر. طبعا هنضيف في كل محاضره جزء خاص بالسكيلز، فان شاء الله باذن الله في 4 محاضرات هتلاقي مشكله الانجليش بالنسبه لك انتهت. ان شاء الله مع بعض هناخد مذكرات بتاعتنا، هناخد فيه مفاجات خاصه بالجرامر ان شاء الله، يعني الدنيا بالنسبه لك هتبقى مظبوطه وربنا يكرمك ان شاء الله. بعد ما هنخلص اسيوط عندنا ان شاء الله في عندنا معسكر في اسوان، عندنا في معسكر في محافظات تانية في سوهاج، ان شاء الله في المنيا، يعني ان شاء الله هيبقى الفتره اللي جايه في كام معسكر في كام محافظه. فيا رب ان شاء الله يعني يبقى معسكر مفيد، يا رب يا جماعه تستفادوا. سعيد جدا جدا ان انا هشوفكم، ولادي بتوع السنين اللي فاتت بيجوا يسلموا عليا، انا فرحان بحاجه زي كده، فانا فخور بكل واحد فيكم، ربنا يكرمه ان شاء الله. فمع بعض هنحقق باذن الله الدرجه النهائيه، مستنيكم في اقوى معسكر. لو انت في محافظه ثانيه اكتب تعليقات تحت المحافظه بتاعتك عشان نجهز لك برده معسكر الانقاذ اللي هيفرق معاك الانجليش. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.